بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يعني نشرع في الكلام بيان خطوات التدرج في جمع القراءات، نريد أن نؤكد على معنى ذكرناه سابقا، أن الإفراد هو الأصل وهو الأتقن وهو الأرسخ، ولكن لازدحام الناس بمشغلات كثيرة في هذا الزمن يعني ترخص بعض مشايخنا وحتى ترخصنا معهم في السماح للجمع لمن لم يفرد القراءات، لكن لتلك طريقة لابد أن تسلك. أولا قبل أن نسلك طريقة الجمع، نؤكد على أن يتفرس الشيخ في طالبه المعية والذكاء، لأنه ليس كل من يستطيع الإفراد يستطيع الجمع. الجمع يحتاج مهارة خاصة، ويحتاج عقلية خاصة، ويحتاج تفرغا كبيرا، فليس كل طالب يستطيع الجمع. فأولا لابد من توافر القدرة الذهنية لدى الطالب. ثانيا استشعاره للأمانة والمسؤولية. ثالثا أن يكون حفظه وأداؤه متقنين جدا. ما هو متقنين؟ ثالثا أن يكون قد حفظ على الأقل أصول الشاطبية والدرة ومع فرش حروف سورة البقرة، وخلال قراءته يستكمل حفظ المنظومتين. ورابعا أن يكون مستحضرا لهذه الشواهد. خامسا أن يكون فاهما لما في هذا في هاتين المنظومتين. فهذه شروط في الطالب الذي يعني يرشح للجمع أو يختاره الشيخ للجمع أو يقبله الشيخ لجمع القراءات. أما مراحل الجمع نتناولها في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.